بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، وجئناك نطوي قفار السهاد، وما خاب يا رب من أملك. وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، وجئناك نطوي قفار السهاد، وجئناك نطوي قفار السهاد، وما خاب يا ربي من أملك. فوز وأي فوز. عنوان هذه المحاضرة أو هذه الكلمة فوز وأي فوز. فوز وأي فوز. فوز وأي فوز. ما هو الفوز؟ نسمع كلمة فوز، وفلان فاز، إما فاز بكأس، أو الفريق الفلاني فاز بكأس كذا، وفلان فاز بالميدالية الفلانية، وفلان فاز بالسيارة الفلانية، وفلان فاز بالمرأة الفلانية. نظر الناس أنه فوز، لكن ما هو الفوز الحقيقي؟ ما هو الفوز الذي ليس بعده خسارة بإذن الله جل وعلا؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. فوز وأي فوز. واسمع الفوز وأي فوز. فوز وأي فوز. قامت زوجته تبكي عليه وتحزن عليه، فقال لها: ابكي أو لا تبكي، والله منذ أسلم، والله منذ أسلم ما اقترفت خطيئة واحدة. فوز وأي فوز. لا تقولي وحزناه، بل قولي الآن وأبشراه: والله إنني لأرى الجنة. الله أكبر، والله إنني لأرى الجنة. فوز وأي فوز. سم صلاته وأراد أن يضع المصحف في مكانه المعتاد، أخذ وخطأ تلك الخطوات ورجع إلى مكانه وأراد أن ينام، ما خطى الخطوة الأولى والثانية إلا وإذا به سقط على الأرض، قلبوه أولاده ذات اليمين وذات الشمال، وإذا بروحه قد فاضت لله جل وعلا. فوز وأي فوز. أين السرة التي فيها المسك؟ قالت: ماذا تريد بها؟ قال لها: ائتيني بالسرة، والله إنني أرى وجوه ليست بوجوه إنس ولا جن. وفوز للنساء أيضا، وأي فوز. فعندما سجدت رأوها قد مالت إلى إحدى جهاتها، ثم قلبوها ذات اليمين وذات الشمال، وإذا بها قد ماتت وفاضت روحها لله. متى يبدأ الفوز؟ يبدأ الفوز عندما يكون ذلك العبد في الضلالة فينتقل إلى الهدى، عندما يكون في الغواية فيتبع صراط محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يتوب ويرجع لله علام الغيوب بعد أن كان بعيدا عن الله فيقربه الله، بعد أن كان معرضا عن الله فيصبح وليا لله، بعد أن كان يتلذذ بالمعصية فأصبح يتلذذ بطاعة الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الوفاء للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم فوز وأي فوز للشيخ علاء المباركي. الحمد لله الذي لا تواريه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. الحمد لله الذي يعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد ورق الأشجار، ويعلم عدد قطر الأمطار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، وجئناك نطوي قفار السهاد، وما خاب يا رب من أملك. اللهم فاصلح النية، اللهم فاصلح النية، اللهم فاصلح النية، واغفر الخطية، وأحينا الحياة الهنيئة الرضية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل على نبينا محمد ما غفل عنه الغافلون. أيها الأحبة، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل الخليص. أسأل الله عز وجل إن كان لي دعوة في هذا المجلس أن يجعل لكم من كل هم فرجا، قلوا آمين، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل سقم شفاء. أسأل الله كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا وإياكم في ظل العرش، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله،
أولا نشكر الله جل وعلا أن هيأ هذا المجلس المبارك، ولولا توفيق من الله جل وعلا والله ما جلسنا لنذكره سبحانه وتعالى. ثم نشكر الإخوان القائمين على هذا المخيم التوعوي الذي نسأل الله أن يكتب أجرهم. نحن أتينا وجدنا ما شاء الله كل شيء جاهز، الفرش والخيام وكذا، ولكن هناك أناس، بل أقول هناك رجال يعملون، فأسأل الله أن يجعل جزاءهم جنة عرضها السماوات والأرض. قلوا أمين. أسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يغفر لهم، وأسأل الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات. أيها الأحبة في الله، عنوان هذه المحاضرة أو هذه الكلمة فوز وأي فوز. نعم والله إن من الفوز عندما يوفقك الله جل وعلا وأن تجلس مثل هذا المجلس المبارك الذي يذكر الله عز وجل فيه ويصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اسمع، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اسمع، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أيها الأحبة في الله، يذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صفة الصفوة عن ابن المنكدر، يقول ابن المنكدر: كان لي أخ أحبه في الله جل وعلا، يقول: ومات هذا الأخ. هذا يبين يا أخوان فضل المجالس، وقد ثبت ذلك في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نستأنس بهذه القصص. يقول: وكان لي أخ أحبه في الله جل وعلا، فمات هذا الأخ، فرأيته بعد 4 ليالي رأيته في المنام، فقلت: يا فلان ما صنع الله بك؟ اسمعوا أيها الأحبة، وأنتم تجلسون في هذا المجلس احتسبوا أجركم عند الله جل وعلا. نعم، سبق المفردون، من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا من الفوز، أن تجلس في حلق الذكر، أن تذكر الله في الأرض فيذكرك في السماء سبحانه وتعالى. قال: ما صنع الله بك يا فلان؟ قال: والله لقد تقبل الله مني الحسنات وتجاوز عن السيئات. قال: ثم ماذا؟ قال: قال للرجل: ثم ماذا؟ ماذا يكون من الكريم إلا الكرم؟ والله إن الله قد غفر لي وأدخلني الجنة. قلت: بماذا؟ قال: أتذكر يا ابن المنكدر، يوم من الأيام زرنا أخا لنا في الله وجلسنا عنده وذكرنا الله وصلينا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: نعم أذكر. قال: والله لقد غفر الله عز وجل لي بذلك المجلس. فهنيئا لنا ولكم إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. فوز وأي فوز؟ ما هو الفوز؟ نسمع كلمة فوز، وفلان فاز، إما فاز بكأس، أو الفريق الفلاني فاز بكأس كذا، وفلان فاز بالميدالية الفلانية، وفلان فاز بالسيارة الفلانية، وفلان فاز بالمرأة الفلانية. هذا في نظر الناس أنه فوز، لكن ما هو الفوز الحقيقي؟ ما هو الفوز الذي ليس بعده خسارة بإذن الله جل وعلا؟ اسمعوا الفوز من كلام الله جل وعلا. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبدأ الفوز عندما يكون ذلك العبد في الضلالة فينتقل إلى الهدى، عندما يكون في الغواية فيتبع صراط محمد صلى الله عليه وسلم.
عندما يتوب ويرجع لله علام الغيوب فيقرب الله قلب ذلك العبد بعد أن كان بعيدا عن الله فيقربه الله، بعد أن كان معرضا عن الله فيصبح وليا لله، بعد أن كان يتلذذ بالمعصية فأصبح يتلذذ بطاعة الله جل وعلا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتبدأ عندما يتوب الإنسان إلى الله ويرجع إلى الله جل وعلا. أي فوز عندما تتغلب على شهواتك وتتغلب على المعاصي وترجع إلى الله جل وعلا، من هنا يبدأ الفوز. عندما يأتي العبد ويعلنها صريحة أنني تائب إلى الله وأنني راجع إلى الله، لا كما يفعل بعض الشباب وبعض الناس يقول ودي إن أتوب لكن ما أستطيع لأنه منهزم. لو كان رجل ولو كان بطل وحقق الفوز كان يعلنها أنه تاب إلى الله جل وعلا. فيبدأ الفوز بعد أن يرجع العبد إلى الله جل وعلا، هذا فوز الدنيا، ويتلذذ بطاعة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعمل صالحا ثم اهتدى. يذكر أهل السير عن عبد الله بن المبارك، من منا لا يعرف عبد الله بن المبارك ذلك الرجل المبارك؟ كان قبل أن يكون إماما للحديث، يقول الإمام الذهبي تحادثنا يوم فذكرنا خلال ابن المبارك وإذا بها تفوق على كذا وكذا وثلاثين خصلة من خصال الخير لابن المبارك رضي الله عنه. يا شباب، ابن المبارك كان بعيد عن الله ولكن تاب ورجع إلى الله فأصبح ابن المبارك ذلك الرجل المبارك. يذكر أهل السير أن ابن المبارك في ليلة من الليالي، وكان ابن المبارك يضرب على العود أو يعزف على العود كما هو حال كثير من الشباب الآن، ففي ليلة من الليالي يقول ابن المبارك فقمت أريد أن أضرب على العود وأن أعزف على العود ولكنني وجدت في جسدي ثقلا شديدا فتهاملت على نفسي ثم ذهبت إلى ذلك العود وحملت ذلك العود لأعزف عليه وإذا بي أسمع هاتفا يهتف ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت ما؟ فأعاد الرجل الآية مرة ثانية. قلت ما؟ ما أرى أحد لكن أسمع هاتفا. قلت ما؟ فأعادها مرة ثالثة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ فقلت بل الآن. فأخذ العود فهشم العود وكسر العود لله جل وعلا وتاب إلى الله جل وعلا وانتصر على شهواته وأصبح بعدها عبد الله بن المبارك. إن الفوز كل الفوز يا شباب ويا أيها الأحبة عندما يرجع العبد إلى الله ويتلذذ بطاعة الله جل وعلا. فبعض الناس يقولون أنه في سعادة، والله ليس في سعادة، أقصد أصحاب الأغاني وأصحاب المعازف وأصحاب القنوات المحرمة وكل من يعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طفشان زهدان طفران لأنك البعيد معرض عن كتاب الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحد الشباب عندي في المسجد الذي أؤم فيه بعد أن تاب إلى الله ورجع إلى الله جل وعلا قلت له هذا بعد توبته في شهر، قلت كيف كفلان الآن بعدما رجعت إلى الله وتبت إلى الله جل وعلا؟ فقال والله إنني كنت أعيش عيشة حمار. هو بهذا اللسان يقول، كنت بهذا الكلام يقول كنت أعيش عيشة حمار. ترى يا أخوان اللي مر عن الله والله ضايع،
قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم ماذا؟ بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. أبو سفيان بن الحارث هذا أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فبعد أن أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم عاداه هذا الرجل أبو سفيان بن الحارث وهجى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلب الله قلبه وأصبح مؤمنا بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا إخوان، عندما نزل به هادم اللذات أبو سفيان بن الحارث، اسمعوا البطولة واسمعوا الفوز، أي فوز. عندما جاء نزل به هادم اللذات قالت، قامت زوجته تبكي عليه وتحزن عليه، فقال لها: ابكي أو لا تبكي، والله منذ أسلمت، والله منذ أسلمت ما اقترفت خطيئة واحدة. الله أكبر. يقول صاحب كتاب علو الهمة لله دره 12 سنة، يقول: ما رؤي هذا الصحابي إلا في نهاره صائمة وفي الليل قائمة. ابكي أو لا تبكي، والله منذ 12 سنة يقول ما اقترفت خطيئة واحدة. هذا هو الفوز. وأيضا الفوز للنساء، المرأة عندما تتحجب لله وعندما تتوب إلى الله وترجع إلى الله جل وعلا تعتبر أنها فازت على شهواتها. ولكن وهذه لكن نحط تحتها 10 خطوط. بعض الحريم تقول أنها تطورت وتأتي الحرمة تلبس نقاب، ها العيون برا، تتنقب المرأة. أجمل ما في المرأة يقول ماذا؟ وجهها، صح ولا لا؟ وأجمل ما في الوجه العيون، أجمل ما في الوجه العيون. فأجمل شيء في المرأة تعرضه، نسأل الله العافية والسلامة، للنظر أمام الناس. بعض النساء وتطلع العيون، ويمكن أنها تحط كحل وتحط أدوات ومساحيق لتفتن عباد الله. وبعض النساء عباء على الكتف، ها إيش بك تقول لوحدة مطوعة لابسة عباء على الرأس؟ إيش بك أنت قديمة كده على الرأس؟ الناس تطورت، الناس الحريم تطورن وأنت باقي على عباء على الرأس؟ سبحان الله. وقد أفتى العلماء بحرمة العباء، والفتوى موجودة بحرمة العباء على الكتف. المرأة المؤمنة الصادقة ما تخرج من بيتها إلا قد تحجبت حجابا شرعي، تلبس قفازات وشراريب وعباء على الرأس، وتلبس حجاب يرضي الله ورسوله، ما تخرج متلثمة، ها الله أكبر. هذه اللي تتلثم تقول، اللي تتنجر تقول أنا أحسن من اللي تخرج متلثمة، والتي تتلثم تقول أنا أحسن من نكاش وجهها، سبحان الله. وإذا كلها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اعلمي يا أختاه أن الفوز والعزة عندما تتوبين إلى الله وعندما تقومين بهذا الحجاب. وبعض الحريم تقول الإيمان في القلوب، ها الإيمان، أنا والله خاف الله، أنا خاف الله وأنا إيماني في قلبي، وأنا وأنا، والله ما صدقت، والله ما تخافي من الله حق الخوف وكمال الخوف، لو خفت من الله كان تحجبت. لكن أنا ما أعتب على الحريم في الدرجة الأولى، نعتب على من؟ ها على الرجال اللي يسمح لزوجته تخرج ولا تلبس قفاز ولا شراريب وتتنقب وعيونها برا. لا بعضهم يقول هيا إذا جاء ولد عمي ولا أخوي دخليه المجلس وعطيه القهوة والشاهي، سبحان الله. يا إخوان واسمحوا لي على هذه الكلمة، والله يا بعض الرجال، والله إن التيس أغير منه حقيقة. والله شوف التيس الآن، التيس إذا جاء واحد تيس آخر بخش علاقات مع العنز، إيش سوي التيس؟ يقول وين رايح أنت، ترى عندها تيس هنا. لكن بعض الناس هو يركبها، إذا عنده كاميرا زينا كذا يركبها قدام ويطلع الحركات والعيون برا، نسأل الله الإخلاص، قلوا آمين، ويطلعها ويمشيها زي يقول للناس اللي ما يعرف زوجته هذه زوجتي. والله ما هذا، والله ليس فعل من هو صاحب غيره أنه يخاف من الله جل وعلا، هذه زوجتي، هذه زوجتي، ما يرى منها ولا قدر أنملة ولا أقل من ذلك. إذا أنت فعلا غيور، إذا أنت فعلا بطل، إذا أنت فعلا تغار على هذه المرأة. ولكن بعض الرجال غيرته ضعيفة، نسأل الله أن يصلح القلوب، قلوا آمين. فنقول للأخوات ومعنا بعض النساء: الحجاب، الحجاب، اعلمي أن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض ماذا؟ هو الذي فرض وأمر بالحجاب سبحانه وتعالى. أيضا من الفوز
هو عند الموت. وفوز وأي فوز؟ متى يا إخوان؟ إذا بدأ الإنسان ينظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات. لك يوم معلوم يا أخي الحبيب، كما يقول أحد الإخوان كلمة جميلة، يقول ترى التذاكر محجوزة من زمان منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فلان سوف يغادر. متى؟ العلم عند الله، بس على قول الأخ يقول بقي تأشيرة الخروج، فلان مات. فكل واحد يا إخوان سوف يموت، ولكن هناك فرق بين من يموت على طاعة الله ومن يموت على معصية الله ورسوله. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من الفوز إذا نزل بذلك المؤمن أو المؤمنة هادم اللذات، وإذا به يبشر بروح وريحان ورب كريم راض غير غضبان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الربيع بن خثيم عليه من الله الرحمات عندما نزل به هادم اللذات ذكر هذا الموقف صاحب كتاب تزكية النفوس، قال: عندما نزل بالربيع بن خثيم الموت أخذت زوجته تصيح وتبكي وتقول: واحزناه واحزناه واحزناه. فنظر إليها الربيع بن خثيم فقال لها: لا تقولي واحزناه، بل قولي الآن وأبشراه، والله إنني لأرى الجنة. الله أكبر، والله إنني لأرى الجنة. نعم، إنه فوز وأي فوز عندما تبشر برحمة الله جل وعلا عند الموت. نعم، قال الشاعر: يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت ياتي بغتة والقبر والقبر صندوق العمل. فمن الفوز إذا نزل بك هادم اللذات وإذا بك تقول لا إله إلا الله. رجل يخبرني عنه أحد الإخوان من الوعار عندنا في جدة، ويقول: أنا قمت بتغسيل هذا الرجل وهو شاعر كبير. هذه القصة يا إخوان لها تقريبا 6 أشهر حولها تقريبا. يقول: هذا الرجل معروف عنه أنه من الصالحين وأنه من أهل قيام الليل. يقول: فكبر الرجل، يقول: فقام في ليلة من الليالي، قام وتهجد وصلى ما كتب الله عز وجل له، وبعد أن تم صلاته وأراد أن يضع المصحف في مكانه المعتاد أخذ وخطى تلك الخطوات ورجع إلى مكانه إلى فراشه وأراد أن ينام. ما خطى الخطوة الأولى والثانية إلا وإذا به سقط على الأرض، قلبوه أولاده ذات اليمين وذات الشمال، وإذا بروحه قد فاضت لله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تذكر إذا نزل بك هادم اللذات، تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل له أو عليه ملائكة بيض الوجوه. اللهم اجعلنا ممن يبشر برحمتك عند الموت يا حي يا قيوم. يذكر ابن القيم أو ابن الجوزي بمعنى أصح في كتابه صفة الصفوة، يذكر عن أحد الصحابة وهو سلمان الفارسي أنه عندما كان في مرض موته وكانت بجواره زوجته رضي الله عنها، فقال لها: يا فلانة، أين السرة التي فيها المسك؟ قالت: ماذا تريد بها؟ قال لها: ائتيني بالسرة، والله إنني أرى وجوه ليست بوجوه إنس ولا جن،
اسرعي واتيني بتلك السرة. فقامت وجاءت بالسرة التي فيها المسك. قالت: ماذا تريد يا أبا فلان؟ قال: انثريها في الغرفة ثم انصرفي وسوف يأتيك خبري. ثم أخذت ذلك المسك ونظرته حول فراشه وفي الغرفة. تقول: فخرجت من الغرفة وبعد قليل رجعت إلى سلمان وإذا به قد مات وفارق الحياة وخرجت روحه لله جل وعلا. اسمعوا أيتها النساء، هذه امرأة لا نقول أنها غير معروفة، تعرفها أهلي تخبرني عنها، وهذه المرأة الصالحة عندما تصدق مع الله جل وعلا. هذه المرأة زيرت من بعض النساء، وهذه القصة تقريبا لها سنة وحصلت في جدة. فزيرت من بعض النساء بعد العصر، فأذن المؤذن لصلاة المغرب، ثم قالت أو قلنا النساء وأردنا أن ينصرفن، فقالت لهم هذه المرأة: ابقوا حتى نصلي المغرب ثم تنصرف كل واحدة منكن إلى بيتها. ثم قامت هذه المرأة الصالحة وفرشت سجادتها وشرعت في صلاتها، قالت: الله أكبر، وقرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ركعت الركعة الأولى، ثم ركعت الركعة الأولى ورفعت من ركوعها وسجدت السجدة الأولى، ولكنها كانت السجدة الأخيرة لها. فعندما سجدت رأوها قد مالت إلى إحدى جهاتها، ثم قلبوها ذات اليمين وذات الشمال، وإذا بها قد ماتت وفاضت روحها لله. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا يا حي يا قيوم. وإن من الفوز عندما تحمل على أعناق الرجال، فتقول تلك النفس، تقول تلك النفس وتنادي، تقول: والله لو تعلمون ما أمامي لما أخرتموني، فتوضع في ذلك القبر ثم يثبت الله جل وعلا، فيصبح ذلك القبر روضة من رياض الجنة. نعم، فيصبح ذلك القبر روضة من رياض الجنة. وإن من الفوز يوم القيامة: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن من الفوز عندما ينادي ذلك المنادي: لقد سعد فلان، لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا شقاء بعدها، لقد سعد فلان ابن فلان، لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا شقاء بعدها. قال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الفوز إذا سيق بذلك المؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا سعادة من يضع أول قدم في الجنة. يذكر أهل السير عن مالك بن دينار، عجيب هذا الرجل يا إخوان، أنه ذات ليلة قام في قيام الليل ثم
أخذ يدعو الله، فقال: يا رب، لقد علمت بسابق علمك ساكن الجنة وساكن النار، فمالك بن دينار أي الساكنين؟ فقال: يا رب، إن كنت في الجنة فقد فزت، وإن كنت في النار والله فقد خسرت. وبكى وبكى إلى أن أذن المؤذن لصلاة الفجر. رجال يا إخواني، نعم، يبحثون عن ذلك الفوز. قتادة بن النعمان رضي الله عنه، رضي الله عنه، في أحد يأتي بعد أن ضرب بسهم ووقع في عينه، أتى بعينه معلقة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، عيني عيني يا رسول الله، ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل لي بأن يرد لي عيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك فرد لك عينك. ايش تختار؟ يقول الراوي: فسكت قتادة بن النعمان وقال: يا رسول الله، إنني رجل أحب النساء، أي أحب أن أتزوج من النساء، فإن بقيت أعورا ما تقدمت لفتاة إلا قالت: أعور أعور، ولا يقبلني أحد، ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، ادعو الله لي بأن يرد لي عيني وأن يجعلني من أهل الجنة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأحمل النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الشريفة تلك العين وردها إلى مكانها، فأصبحت أجمل وأحلى من تلك العين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قتادة بن النعمان من أهل الجنة. سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأبوه الحارث أو حارث رضي الله عنه، عندما نادى المنادي نادى أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا سوف يخرج إلى بدر، فأخذ ذلك الأب يجهز نفسه للجهاد، وأخذ الابن يجهز نفسه للجهاد، فقال الأب: أين تذهب يا سعد؟ إلى أين؟ قال: إلى الجهاد. قال: لابد أن يبقى واحد فينا، ما الخبر؟ ماذا نصنع؟ قال: نستهم، نجعل قرعة، فمن كانت له القرعة ومن جاءت له القرعة يخرج مع محمد صلى الله عليه وسلم. فوضع القرعة فجاءت من نصيب سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، فعندما جاءت القرعة من نصيبه قام فرحا رضي الله عنه يجمع لابة الحرب، ثم رآه أبوه وقد حزن، فقال: يا سعد، يا سعد، آثرني اليوم، يا سعد، آثرني اليوم. قال: يا أبي، اسمع يا إخوان، قال: والله يا أبي، لو كان غير الجنة لآثرتك ولكنها الجنة، والله لو كان غير الجنة لآثرتك يا أبي ولكنها الجنة. ثم دخل في المعركة مع محمد صلى الله عليه وسلم واستشهد، فرآه في الليلة الأولى بعد بدر، رأى الأب ابنه في المنام في مكان حسن جميل، قال: يا سعد، ما صنع الله بك؟ قال: يا أبي، الحق بنا، يا أبي، الحق بنا، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، والله إنني أنغمس في أنهار الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. وقال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عامر بن فهيرة رضي الله عنه التميمي يذكر هذا الموقف صاحب كتاب علو الهمة، أن عامرا كان حافظا للقرآن، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم على ومن معه من الصحابة ليعلموا قبيلة من القبائل، ليعلموهم القرآن، قصة بئر معونة. فعندما أخذوهم خارج المدينة فقتلوا واحد اسمه جبار بن سلمة رضي الله عنه، كان مشرك فأسلم بهذا الموقف. يقول: فأخذ جبار بن سلمة، يقول الراوي، السيف، فضرب عامر بن فهيرة، أراد أن يضرب عامر بن فهيرة، فقال: الغدر؟ قال: الغدر. فقاله عامر: الغدر، يعني غدرتم بنا؟ قاله جبار: نعم، غدرنا بكم. فضرب عامر بن فهيرة في صدره أو في بطنه أيها الأحبة بسيفه، ثم قال عامر، ثم يقول الراوي: والله إنني، يقول جبار، عندما ضربته بالسيف يقول رأيته قد ارتفع ما بين السماء والأرض،
وهو يقول فس ورب الكعبة فس ورب الكعبة. يقول جبار بن سلمة وأنا أنظر إليه إلى أن غاب عن بصري والله لا أدري إلى أين ذهب وقد رفع به إلى السماء. يقول الإمام البخاري بحثوا عن جثة عامر بن فهيرة فلم يجدوا لها أثرا. الله أكبر. فقال جبار بن سلمة بماذا فاز؟ فاز بجنة عرضها السماوات والأرض. فقال جبار بن سلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الجنة: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثابت بن قيس رضي الله عنه، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الموقف صاحب كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. نزل قوله جل وعلا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فسمعها ثابت بن قيس رضي الله عنه فاعتزل في بيته، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. أين ثابت بن قيس؟ يقول فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر ثابت بن قيس رضي الله عنه، فعندما جاءهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدك في مجلسه، أين أنت يا ثابت بن قيس؟ قال لقد نزل قول الله جل وعلا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وأنا أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلة، فأخاف أن تكون نزلت في هذه الآية. ثم جاء الرسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعنا عنك يا ثابت؟ قال إن الله أنزل قوله جل وعلا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وأنا يا رسول الله أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا وكذا وكذا مني جميلا، فأخاف أن تكون نزلت في هذه الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات أو ثلاث جمل ما أجملها. الأولى قال يا ثابت بن قيس أنت لست منهم، أنت لست من أهل هذه الآية، أنت لست منهم، إنك تعيش بخير وتموت بخير وتدخل الجنة بإذن الله جل وعلا، هنيئا لهم والله. إذن أيها الأحبة، إن من أعظم الفوز عندما تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. نعم جنة، بالله تخيل وأنت تقف على ذلك الباب، على تلك الأبواب، أبواب الجنان، ويتقدمك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أي سعادة يا إخوان. ولكن يا ليت قومي يعلمون. إن من الناس من يضيع هذا الفوز بشهوات زائلة. يا فلان حجب زوجتك، قال أنا واثق في زوجتي. الله أكبر. يا فلان طلع الدش من بيتك، العلماء أفتوا بحرمة الدشوش والقنوات المحرمة، قال كل الناس عندهم دش وأنا بس جت علي أنا كل الناس عندهم دش. سبحان الله، لا إله إلا الله. يا فلان اتق الله تب إلى الله، قال لساعك شاب وتونس، لا تعقد نفسك الحين وانت لساعك شاب، وبعدين تتوب وترجع إلى الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، يقول يحيى بن معاذ، اسمعوا هذا الكلام الجميل، يقول يحيى بن معاذ والله لا أبكي على نفسي إن ماتت، ولكنني أبكي على حاجتي إن فاتت، ولكنني أبكي على حاجتي إن فاتت. فيا أيها الأحبة، إن الفوز كل الفوز هو بجنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وقال جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام
ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا سعادة من إذا أدخل إلى تلك الجنان تخيل وأنت تسير بين أشجارها تخيل وأنت تقطف من ثمارها تخيل وأنت تشرب من مائها تخيل وأنت تسكن قصورها وتعانق حورها اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم ومن أعظم الفوز إذا سمعوا ذلك النداء قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أهل الغرف في الغرف نادى مناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن الله يستزيركم فحي على زيارته فيقومون مسرعين فتنصب لهم كرات الذهب وكرات الفضة ثم يناديهم الله فيقول يا أهل الجنة سلوني يا أهل الجنة سلوني بالله تخيل وأنت ممن يسمع ذلك النداء اللهم لا تحرمنا فضلك يا حي يا قيوم يا أهل الجنة سلوني يا أهل الجنة سلوني فيقولون اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا فيقول الله لولا أني رضيت عنكم ما أدخلتكم جنتي فيقول الله لهم سلوني يا أهل الجنة فيجتمعون على كلمة واحدة اللهم أرنا وجهك ننظر إليه اللهم أرنا وجهك ننظر إليه اللهم أرنا وجهك اللهم أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الله لهم الحجب ولولا أن الله كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لنا لماتوا من نور الله ثم يتجلى لهم الله هنيئا لتلك العيون والله ثم ينظرون إلى وجه الله ثم يتجلى لهم الله ثم يتجلى لهم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أهل الجنة نعيما كالنظر إلى وجه الله الله الذي طالما آمنوا به وركعوا له وسجدوا له سبحانه وتعالى يرونه في الجنة إي وربي يرونه في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالله يا إخوان نضيع جنة عرضها السماوات والأرض وين عقلك يا خالد يا إخوان الله يقول عن أهل النار يقول الله جل وعن أهل النار أنهم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اللهم أجرنا من النار يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن آخر رجل يخرج من أهل النار ثم ينجيه الله من النار فيلتفت نحو النار يلتفت يقول وإذا به يرى النار يحطم بعضها بعض يحطم بعضها بعض فيقول تبارك الذي نجاني منك تبارك الذي نجاني منك لا إله إلا الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بكى ذات ليلة الحسن البصري رحمه الله
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن الله يقذفني في النار ثم لا يبالي ولا يلتفت إلي مرة ثانية. ويقول الحسن البصري: اسمع الرجال يا رجال. يقول: بعد أن بكى بكاء شديدا قال: بلغنا، لأنه كان محدثا، يقول: بلغنا أن رجلا يخرج من النار بعد 1000 سنة. يا ليتني كنت ذلك الرجل. الله أكبر. يقول: بس يا ليتني أخرج من النار. اللهم أجرنا من النار. وبعض الناس والله يشتري النار بماله، نعم يشتري الدش بماله، يشتري الدخان بماله، يشتري الأغاني بماله حتى يدخل النار. اللهم أجرنا من النار. فيا أيها الأحبة، إن من الفوز وأعظم الفوز عندما تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. فمن هذا المجلس المبارك تب إلى الله وأنب إلى الله وارجع إلى الله، وكن صاحب عزيمة قوية وهمة عالية تريد جنة عرضها السماوات والأرض. أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله من التابعين كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيتعب، فكان معه في جواره صوت يا إخوان فيضرب بقدميه. احنا ما نبغاك لا تضرب ولا شيء، نبغاك تتوب إلى الله بس. ها بعض الناس نبغى بس يتوب إلى الله، والله ما في أسهل منها. تقول: ما أقدر. فكان يأخذ الصوت فيضرب بها أقدامي حتى فيقول لها ويضرب على فخذه، يقول: والله لأزحفن بك إلى الله زحفا. اسمعوا الكلام الجميل بعدها، يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سبقون عليه؟ والله لأزاحمنهم عليه عند الحوض، والله لأزاحمنهم على محمد صلى الله عليه وسلم عند الحوض. فيا إخوان ويا شباب ويا نساء ويا رجال، توبة وإنابة ورجوع إلى الله جل وعلا. إذا أردت الفوز، إذا أردت السعادة، كن ممن يطمع أن يكون من جلساء محمد صلى الله عليه وسلم. والله الأمر يسير، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، لكن أن تعزم، وعليك أن تتجنب أصحاب السوء. ترى ما ضيع الإنسان أو من أسباب تضيع كثير من الشباب إلا الرفقة السيئة. واحد يبدأ يطوع يلتزم، نطوع الله يسقي، شوف اللحية بدأت تطلع، ترى المطاوعة تراهم مخبطين هذه الأيام، من هذه الكلمات التي، فيبدأ الشاب عندما يسمع هذا الكلام يبدأ ينتكس يرجع وراء. لا، سبحان الله، التزم طوعت ليلي وطوعت كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صبعت؟ ما يقول، يقول: لا ما صبعت، لكن إيش؟ أسلمت بعزة. إيه نعم، التزمت ورجعت إلى الله جل وعلا. تبغوني معكم النار؟ لا، نعوذ بالله من النار. فنقول أيها الأحبة من هذا المجلس المبارك، ويا أخ الشاب، إنابة ورجوع. والله إخوان اليوم بعد العصر، بعد أن ألقيت درس في مسجدي في جدة وخرجت وإذا بشاب معنا في الحي له 3 أشهر التزم، ما شاء الله التزم قبل الحج بأيام وحج مع الإخوان، وما شاء الله الله يثبتنا وإياه على الطاعة. فأقول له: يا فلان كيفك الآن بالله بعد الهداية، كيفك الآن؟ قال: أقسم بالله في سعادة لا يعلم بها إلا الله، أبشرك الآن خلصت جزئين وبادي في الجزء الثالث في القرآن. كيفك الآن؟ قال: في سعادة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. تبقى السعادة وأنت ترى الأغاني والمعاصي؟ والله لن تجد السعادة إلا بعد أن تتوب وترجع إلى الله جل وعلا. وبعض الناس يقول لك: إيش ترى المطاوع معقدين، هتتطوع تعقد، ترى الله المطاوع هذيلا ما عندهم سالفة. يقول لك سأل الله العافية السلامة، قال لك شاب أنت شوف لا تتطوع مرة ولا تخليك خربان، خليك على قول إخوان ها، قال خليك كذا كذا، ها ما ينفع كذا كذا. نعم الجنة تريد عزيمة عالية. قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله يشكر منهم هذا السعي. فيا أيها الأحبة في ختام هذه الكلمة نسأل الله كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا وإياكم في ظل العرش، قولوا آمين. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا على غير موعد بتوفيق منه سبحانه وتعالى أن نكون نحن وأنتم في الفردوس الأعلى إخوان على سرر متقابلين. يا إخوان بس المسألة هي أيام وليالي بس، وإذا بك واقف أمام الله جل وعلا. والله يا إخوان رجل أنا غسلت مع أحد الإخوان، أو بمعنى صح كنت مع أحد الإخوان يغسل وكنت معه، ومعنا الدكتور علي يمكن عنده قصص أكثر من هذا. إذن يا إخوان والله عندما غسلنا أنا ما أعرف الرجل إلا أنه مقصر في أشياء كثيرة. فقام الأخ يغسل يقول: يا فلان ساعدي ساعدي. فجنبنا الرجل على شقه الأيمن، والله يا إخوان عندما جنبنا الرجل على شقه الأيمن وإذا بعصارة أكرمكم الله سوداء، والله يا إخوان إنها جعلت ريحة الغرفة منتنة منتنة. لا إله إلا الله، ثلاث ثمنة بالغتر ما ينفع. لا إله إلا الله. هذا في الدنيا يا إخوان. قال الأخ: إيش هذا الرجل؟ إيش عنده؟ الله أعلم.
والله ما صدقنا بس وحن ننتهي من هذا الرجل ونغسله إحنا. فنسأل الله عز وجل لا يفضح لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيا أخي الشاب تب وأنب إلى الله وارجع إلى الله جل وعلا. وأنت أيتها الأخت توبي إلى الله. قبل يومين امرأة وأنا أكلم الإخوان قبل يومين امرأة ترسل رسالة تقول أنا بعلاقة مع شباب، أنا تقول أقابل في اليوم 3 من الشباب، وعلاقات وحب، حب كذب وغرام ومعاكسات. وتقول هذه المرأة والآن أبغى أرجع إلى الله لكن ما أستطيع لأن الشباب ماسكين علي بعض الأمور وبعض الأشياء. فإذن يا أيتها الأخت لا عز لك إلا بالدين، ولا عز لك إلا بالحجاب والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فتوبة وإنابة أسأل الله في هذه الساعة. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا من تسمع دعاءنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم إن اجتمعنا والله يا رب نرجو رحمتك فارحمنا، ونرجو مغفرتك فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، أنت أكرم من سئل، وأنت أجود من أعطى، وأنت أرأب من ملك، يدك بالخير سحاء، تنفق كيف تشاء، لا تنضب خزائنك، ولا يزول ملكك، لا خير إلا منك، ولا فضل إلا بأمرك، ولا عطاء إلا بقدرتك. اللهم كل من حضر في هذا المخيم في هذه الليلة أسألك أن تجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل سقم شفاء. اللهم حرم هذا الحضور المبارك على النار، اللهم حرم هذا الجمع المبارك على النار. اللهم اغفر لهم ولوالديهم، اللهم اصلح قلوبهم وأولادهم وأزواجهم، واختم لنا ولهم من هذه الدنيا بلا إله إلا الله. اللهم من كان سببا في هذا اللقاء ومن يسعى إلى هذا اللقاء ومن كان سببا في هذا المخيم، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم، اللهم اعتقه من النار، اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اجعل هذا العمل في ميزان الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات. اللهم يا حي يا قيوم اجعل هذا المخيم حجابا لهم من النار، حجابا لهم من النار، حجابا لهم من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد، السلام عليكم. وفي الختام لكم أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة صوت الوفاء للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة، هاتف 02-674-2761. وترقبوا للشيخ علاء المبارك يا لها من دعوة. ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. تمت أعمال المونتاج باستديوهات مؤسسة آفاق التميز للإنتاج الإعلامي، خميس مشيط، تليفون وفاكس 07-222-1717. هندسة الصوت سليمان العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.